هلا ليه وصلنا لمحطتنا كمان بتهم كل الاميات، وخاصه بهي المرحله اولادهم معطلين وقاعدين وقاعدين بالبيت عم بالبيت بنقوا، ما في كتير طلع مشان طبعا الكورونا. الكورونا. فاليوم بدنا نحكي عن الطرق الايجابيه والبعيده عن الدبلوماسيه للتربيه والمنشأ الصحيح للاطفال، كيف ممكن يتعاملوا الاهالي معهم وفعلا يعرفوا الصح من الغلط بطرق صحيحه. لهيك معنا اليوم اكيد رينا ايوب، اخصائيه استشارية طفولة مبكرة. يسعد صباحك واهلا وسهلا. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك رينا. يسعد صباحك. يعني بالبداية خلينا نحكي عن مصطلحات كثيرة هي دائما بنسمع فيها، ولكن التربية الإيجابية، التربية الداعمة، التربية يلي بتعطي مستقبل صح للأولاد، نضوي عليها أكثر. يسعد صباحكم. التربية بالفطرة الطفل بيخلق بحب الأشياء وبحب البيئة اللي بتكون حاضنته، لحتى نحن نعمل منه شخصية بناءة ويكون شخصية مستقلة بتربيتنا الإيجابية لازم يكون في طرق ويكون في عادات نحن بنمارسها بشكلنا اليومي، لحتى هذا تكون مسير الحياة الطفل ويمشي فيها بطرق ما تحدله من شخصيته. طبعا كثير نحن نرضى بالاطفال يلي يكونوا هن شخصيتهم بناءه، شخصيتهم قويه، لكن ضمن نحن بنحط قواعد وانضباطات معينه. في فرق بين التربيه الحديثه يلي العالم كثير عم تخلط فيها والتربيه الايجابيه. انا لربي طفلي تربيه ايجابيه لازم يكون في عندي ادوات، لازم يكون في عندي اساليب علميه اقدر انا احيطها بالطفل وهو يحط لي اياها، هي علاقه متبادله، هي مهاره متبادله بين الام والطفل. عكس التربيه الحديثه يلي نحن بنفكر انه نحن بتربيتنا الحديثه عم نخلق جيل بناء، عم نخلق شخصيه مستقله، شخصيه مائله للحريه الزائده، بالعكس عم نلاقي الاشياء السلبيه اللي عم بيكون فيها عند اكثر تمرد اكثر على الواقع او تنمر بين الاطفال بسبب الدلال المفرط. فعم بيكون في فرق كثير بين التربية الحديثة والتربية الإيجابية. التربية الحديثة إلى الدلال الزائد، فنحن بدنا شوي الأهالي يستوعبوا أنه أنا مو بإفراطي بدلالي أنا ممكن عم ربي إيجابيا، بالعكس أنا بتكون تربيتي سلبية إذا أنا بدي أمنح للطفل كل شيء بدون انضباط وقواعد. نعم رينا، يعني عم تحكي على موضوع كتير عم نلبسه، وخاصة يمكن هلأ الأمهات بالهم ما عاد طويل مثل أيام زمان، عندهم ضغوطات حياة، عندهم حياتهم العملية، فالوقت المخصص لأطفالهم عم بيكون مثل ما قلتي بإفراط الدلال، أنه خوفاً الأمهات ما تكون عم تعطي وقتها. اليوم كيف في الأم تتعامل مع الطفل، وخاصة أنه النتائج أنه العناد مثل ما قلتي ويعني التنمر فكيف ممكن الأم تتعامل مع طفلها وتفهمه الصح من الغلط، تعطيه وجهة نظره، ما تحجم دوره بالعيلة لكن بحدود، وخاصة بالسنوات الأولى المبكرة. كتير حلو السؤال. نحن فتنا هيك بنكون بالطرائق لأنا أقدر أنه أنصح ابني بالتربية الإيجابية لكن ضمن حدود. أهم شيء الاحترام المتبادل، لأنه الاحترام مهارة. مثل ما أنا ببدي احترامي لطفلي، هذا الطفل الصغير يلي هلق عم ينشأ بهاي البيئة هو مع الأيام رح يحترمني، فأنا ما بقدر علمه الاحترام بين يوم وليلي. فجأة أنا بس حس أنه هو قلل احترامه مع طفل أو تنمر على طفل، أنا أفرض عليه قواعد جديدة أو قواعد صحيحة بالتنشئة. فلازم يكون في احترام متبادل بيني وبينه. لازم أفهم المرحلة العمرية للطفل، هذا الطفل بهاي المرحلة العمرية ممكن يستوعب أشياء ممكن ما يستوعب أشياء، ولكل مرحلة عمرية إلى قواعد وشروط. فأنا كتير مهم أفهم مرحلة الطفل العمرية لحتى أقدر أضع عليها القواعد والانضباطات اللي أنا بدي إياها تستير معه لحتى ابني شخصية بناءة. ثالث شيء الإنصات. أنا بقول لهم كتير للأهالي، أنا لحتى طفلي يسمعني ويسمع إرشاداتي لازم أنا أسمع له، ما أسمع له أنا مشغولي بموبايل، ما أسمع له أنا مشغولي عم بطبخ برافو. أهم شيء بعمر، خصوصا تحت عمر الخمس سنين، الطفل كتير بحبه أنت عم تصغيله تطلعي فيه إيماءات عيونك، إيماءات وجهك، إيماءات إيقاعك الحركي، هي اللي بيعطيه هذا الاندماج الكلي فيكي، وبصير بيطبق مهاراتي اللي التقطها منك مو بس الكلام. في أطفال عنا لغة الجسد كتير بتعني لهم، في أطفال لغة الكلام، لغة العيون، فنحن لازم نكون محاكمين طفلنا بكل هاي الإشارات لحتى أنا أرسل له رسالتي اللي بدي أبني عليها هاي الشخصية. رابع شيء عندي إنه أنا شجعه وثنيه على التشجيع اللي أنا بدي إياه، مو دلله وأفرض بدلاله. يعني أنا مو كل ما عمل إنجاز بسيط هو
هو من واجبه يعمله انا اقعد اعمل له هاي الهيصه والزنبليطه ومدري ايش، لا انا لازم يكون عندي تشجيع مع الثناء، انت انا رح ثنيك على هذا الشيء اللي انت عملته لانك تستحقه. فبصير مع الايام بس يكبر بيعرف انه اي انجاز بحققه لذاته فهو لذاته مو لانا، برافو، مو لانا اذا العالم فرحت لي انا بفرح او اذا العالم ما فرحت لي انا احزن، لانه الطاقه كثير مهمه. صحيح. بينه وبين الاشياء اللي حواليه خصم بهذا العمر. رابع خامس شيء انا بقول المدح، انا امدحه على الاشياء يلي لازم امدحه عليها، انا مو رايحه جاي عم بمدحه خصوصا على النتائج والحلول. يعني انا اذا الطفل كان عنده حل لمشكله هو يقترحه انا بحاول فوت بالمشكله لحتى اقدر وصل له الحلول يلي لازم هو يتوصل لها، مو انا افرض عليه حلولي وافرض عليه النتائج يلي ممكن هو يمشي مع الايام تطلع عندي شخصيه شوي ضعيفه، شوي بتميل لحب الانطواء لانه انا ما عم علمه مع الايام هو يكون عنده هاي المهاره لحتى هو يعطيني الحل لاي مشكله واجهته بالحياه. نعم تمام. بعدين انا عندي العواقب وليس العقاب، انا دائما بقول لهم انه العقاب ما بيجيب نتيجه، العقاب بلحظتها اوكي الطفل بلحظتها رح يعرف اذا كسر هالكوبايه مثلا رح ياكل قتله، بعدين هو ما عرف، هو مو بطبيعته كسرها او هو مو بالقدره اللي كانت عنده انه يقدر يكسرها، هي وقعت منه بطريقه غير مباشره او اي شيء بالحياه، ممكن اكل اكلات رفيقه، ممكن تصرف تصرف غلط مع رفيقه، ممكن تصرف تصرف غلط مع اهله، فانا لازم دائما اعرفه العواقب اللي اجت من وراء هاي السبب. فهو مثل نحن نحكي مثير واستجابي دائما لبافلوف وسكنر، انه اذا ما كان في مثير كتير قوي انت ما فيك تتدخلي باستجابه عميقه للطفل، والاستجابه لازم تكون ضمن هذا المثير. فانا مجرد ما اخطا الطفل انا لازم اعلمه خطأ وين، واذا لو انت ما اخطات او ما قل له نتيجه الخطا انا ما فهمه انه هو حدث عظيم عمله وانا لازم القي اللوم عليه، لا بالعكس ممكن تصرف التصرف غلط، لكن اذا تصرفنا بهاي الطريقه او درسنا بهاي الوقت او تصرفنا بهذا التصرف الصح فنحن رح نوصل لنتائج تكون افضل علينا بكثير من انه انا ليش تصرفت كذا انا رح اعاقبك او رح احرمك. كمان العقاب عم بيكون بالتربيه الحديثه للاسف هو الحرمان، فهني فكرن اذا حرموا الموبايل لساعه او ساعتين، اذا حرموه من الشوكولاي اللي بحبها او كذا الحرمان. برافو، فهو رح يعرف اوكي انه انا بهذا الحرمان بنام او بهذا الوقت اللي بدهم يحرموني فيه ممكن انزل العب مع رفقاتي. فصف بطل في عنا العلاقه الايجابيه بين الطفل الأم أو بين الطفل والمحيط تبعه لا يعرف النتائج. بعدين ده كتير بأكد على فكرة أنه أنا البيئة الحاضنة، البيئة الحاضنة هي اللي بتحل كل المشاكل، أنا بس أعرف طفلي وين غلطه، ما حسسه بهذا الغلط أنه هو مشكلة كتير عظيمة، مشي بالطرق الصحيحة اللي الطفل عم بتقلدني ويشوفها. أكيد الطفل إذا كان ببيئة شوي فيها شوية خلافات أسرية أو شوية ضوابط معينة بتناسب البيئة اللي هني عايشين فيها أو الانضباطات موجودة بالبيئة، الطفل رح يروح على مدينة تاني او على بيئة تانية يشوف فيه حرية من منظور تاني، فرح يفكر انه هاي الحرية غلط. مثل ما نحنا بصير فينا كتير انه اطفال بيكونوا محطوطين ببيئة شوي منغلقة بيطلعوا على بيئة كتير مفتوحة فبتطلع الاغلاط منهم. ليه؟ لانه هني ما فهموا انه الواقع فيه بيئات متعددة، نحنا لازم نحترم كل البيئات لحتى هاي البيئات تحترمنا. تمام. رينا خلينا نحكي بنقطة كتير مهمة وهو الطفل العنيد، كيف فيكي تقنعيه بكل الواحد والثاني والثلاثة والاربعة والخمسة يلي حكيتيهم من شوي، كيف فيك تتعامل العنيد بالأكل هو ما بيأكل، بدك تتبعي أساليب مثلاً كتير معه لحتى يأكل، هي ما بعرف ليش من الدلال الزايد أو شيء، ولكن بتصير عنده عادي إذا ما عملتي له هيك ما حيأكل، أو بسماع الكلمة أو بالعقاب أو بأي شيء. العنيد بالتربية كيف لازم يتعامل معه الواحد؟ الطفل العنيد هو يلي عنده عقد الاستحقاق يلي نحن دائماً بنحكيها، إنه الطفل بوصل لمرحلة من العمر كل شيء لا كل شيء، أو خصوصاً بعد 3 سنين الطفل بلش يستوعب تفتح مهاراته العقلية. نحن بنقول دائماً بالدماغ عنا الذاكرة العليا والذاكرة السفلى، الذاكرة السفلى هي اللي بتختص بالأكل بالجوع بالشرب بالعطش بالغريزي بالشعور بالحب بالحنان، لكن الذاكرة العليا هي اللي ببلش تعطيك أفكار، ببلش يفكر، ببلش يعطي رأيه، ببلش يبدي رأيه. فالعند ببلش إنه أنا من يوم ما بحد له الاستحقاق تبع الطفل اللي هو ممنوع تأكل، ممنوع تأكل هلق، ممنوع تشرب هلق، ممنوع تحكيك هلق، أو الكلمة اللي دائما الأمهات والطفل بحاول يفكر ببلش يفكر فبصير بيبدع. فنحن دائما عندنا كل شيء لا لا تمسك، لا تلعب، لا لا تخرب، لا لا تقع، لا لا تاكل هيك، لا لا تشرب هيك، دائما بنحط له بكل شيء محببه له قواعد واستراتيجيات. اوكي
انا مع الام انه في انضباطات كثير مهمه بالاسره لكن مش بكل شيء، فبجان هيك بعمر الاربع سنين انا دائما باكد عليهم، الطفل دائما بقول لك لا، اي شيء بتحكيها بقول لك لا، لانه هو فكر كلمه لا هي من مسار الحياه. لانه انت في صار يحرك كثير، صار يتصرف تصرفات كثير غريبه، فصرتي من خوفك عليه، او نحن بنقول الحب تبع الام مشروط، فانت من خوفك بهذا الحب انت ما بدك اياه ينأذى، ما بدك اياه ياكل مو بالطريقه اللي فيها برستيج وحلوه بتلبق لشخصيتك مثلا او لشخصيته. خاصة اول ولد، اول ولد نحن بنحب كل عقدنا، كل العقد. برافو. هي ما بدي اقول انا عقد، ولكن كل شيء بدنا اياه بالحياه هي مش عقد سلبيه، هي العقد الايجابيه اللي انا لو كانوا اهلي هيك كنا طلعنا هيك. كل عمرنا بنحلم انه بس يكون عندنا ولد، بعدين تمام بعدين بيطلع الطفل بشخصيته. يعني نحن حتى نحن ما بنقدر نتأثر، نحن بنتأثر كثير بالماضي، لكن بنكبر بنصلح الماضي تبعنا بالاشياء اللي بتستهوينا، بنروح لهواياتنا وميولنا وعلمنا وكذا، فبنبني شخصيه بناءه او بنبني شخصيه تختلف كثير عن الماضي تبعنا. ليه؟ لانه بالنهايه في نضج، فانت وصلتي لعمر النضج، كملتي المسيره. اوكي، بنتاثر بالماضي، بنتاثر بالطفوله. فهو انه انا بس بقول للام انه انت حبك لطفلك ما يكون مشروط، مو بشرط. يعني انا اذا اكلت رح اجيب لك، اذا نجحت. يعني رينا كثير كبير ونحكي فيه، بس هلا صارت الساعه 10 بنروح على مجلس الأخبار. بشكرك على كل المعلومات، رح نحكي أكثر عن كل حالة للأطفال بحلقة لنعطيها حقها بالحلقات القادمة. شكرا لوجودك معنا رنا. شكرا رنا، يسعد سواحيك.